مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه وبجدد ليكم التحيه. وطبعا اكيد كلنا ملاحظين دلوقتي ان يعني بقى نتيجه للتغيرات المناخيه اللي بتحصل واللي ليها اثار سلبيه على الزراعه، لان بقى عندنا ارتفاع في درجات الحراره غير اللي احنا معتادينها. احنا بنتكلم النهارده ان درجات الحراره مثلا في خلال الاسبوع ده يعني مرتفعه، وكمان احنا داخلين على فصل الصيف. الخبراء بيتوقعوا ان الصيف ده هيبقى شديد الحراره بشكل غير طبيعي وغير مسبوق عن الفصول الصيف في السنين اللي فاتت. اكيد قدام المخاطر دي وقدام الاطروحات اللي احنا بنتكلم عنها لازم يبقى في حلول علشان نقدر ان احنا نحافظ على المحاصيل الزراعيه اللي هي اساسا متعوده ان احنا او السلالات بتاعتها يعني متعوده انها بتتزرع في الاجواء المصريه اللي هي العاديه، حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. دي حقيقه. وارتفاع درجه الحراره بشكل غير مسبوق وارتفاع ملوحه التربه بيكون له طبعا اثر على المحاصيل الزراعيه وبيخلي بعضها مهدد بالانقراض بسبب عدم قدره النباتات على التكيف مع المناخ. معانا نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن واللي هيكلمنا عن تاثير درجات الحراره على المحاصيل وازاي نحافظ عليها. بنرحب بحضرتك. صباح الفل حاجة حسين. صباح الفل وصباح البلد عليكم وعلى كل المشاهدين في كل مكان. طبعا الموضوع ده موضوع كبير جدا وخطير ويغرق العالم كله مش مصر. لكن الحقيقة ان مصر يعني يعتبر مناخها ممتاز جدا. عندنا حوالي 1000 كيلو متر طولي و1000 كيلو متر عرضي، فاحنا عندنا يعني المناخ متغير في مصر. يعني ممكن نبدل محاصيل، ناخر محصول شويه لما يرتفع درجه حرارته، لان درجه الحراره بتتحكم في قدره النبات على النمو وعلى الانتاج. صحيح. وبالتالي يعني ممكن الانتاج يقل او يهلك النبات خالص لو ارتفع درجه الحراره يعني فوق الطبيعي. فالحين بتوعنا عندهم وعي، انا عارفه، وطبعا عندهم خبره كبيره جدا في مساله الزراعه، بس اكيد مع التغيرات اللي بتحصل دي هو نفسه بيلاحظ ان في حاجات في المحصول بتاعه، صح كده؟ طب ايه اللي بقى اللي بيعمله؟ بيعمل ايه؟ الحقيقه طبعا احنا في كذا خطوه المفروض الفلاح بيتخذها عشان درجات الحراره. اول حاجه احنا يعني اتجهنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره للزراعه داخل الصوب. احنا شفنا المشروع القومي للزراعه داخل الصوب، وده بيحمي النبات جوه الصوبه من التغيرات اللي خارج الصوبه. في دلوقتي الزراعه تحت الانفاج البلاستيكيه، يعني احنا من الجباميه النهارده مثلا مش في ميعادها ودرجه الحراره ما ينفعش تنتج فيها. انا مش عارفه ايه الانفاق البلاستيكيه دي. الانفاق البلاستيكيه زي الصوب كده بس صغيره على يعني على الارض نفسها. صغيره كده تشوفيها كده تلاقي الغيط كلها عامله السرابه نفسها احنا بنسميها كده، معموله بنفق بلاستيكي بيتزرع داخله بحيث ان انا احمي المحصول من التغيرات اللي خارج النفا ده. بينزرع فيها البطيخ لفتره معينه وبعدين يتكشف، بينزرع فيها الخيار، بينزرع فيها باميه، كل المحاصيل اللي احنا بنشوفها مش في وقتها بتنزرع في انفاق بلاستيكيه او داخل صوب زراعيه. ده رقم واحد، احنا بنغير نظام الزراعه نفسه. تاني حاجه احنا بنختار الصنف من التقاوي اللي يتحمل درجات الحراره. لما بس ده بقى عايز توعيه وارشاد من وزاره الزراعه ومن المعنيين قبل درجات الحراره ما ترتفع. مثلا نقول السنه دي يا جماعه الصيف السنه دي الحراره زي. طب تكلمني شويه بقى عن وزاره الزراعه بتعمل ايه مع الفلاحين وايه التوعيه اللي بتقوم بيها؟ طالبين ايه؟ انتوا ايه اللي ناقصكم؟ خصوصا يعني انت حضرتك بدات كلامك بان احنا جو معتدل، ولكن الفترة الأخيرة أو بقالنا سنتين ثلاثة يمكن بنعاني من درجات الحرارة المرتفعة جدا وعدم استقرار في الفصول، بنلاقي في الشتاء في ارتفاع في درجات الحرارة والعكس، فده طبعا بيأثر على المحاصيل. فعلى استكمالا بقى لكلام فاتن، إزاي الوزارة اللي هي بتعمله عشان خاطر تواكب الحاجات دي؟ احنا طبعا في ارشاد زراعي موجود، كان في زمان الارشاد الزراعي المترجل اللي هو يعتبر دلوقتي انقرض زي النباتات اللي هتنقرض، مش موجود المهندس الزراعي اللي بيمر دلوقتي، لكن في ارشاد زراعي عن طريق الحاجات الحديثه زي اليوتيوب والفيسبوك والتلفزيون والحاجات دي كلها اللي موجوده. لكن احنا عايزين نشره مناخيه المفروض تبقى يوميه ومستقبليه. يعني احنا دلوقتي الزراعه عندنا يعني في ثلاث عروات اساسيه، شتويه وصيفيه وخريفيه. لما انا لسه هزرع مثلا العروه اللي جايه المفروض يبقى في تنبيه من وزاره الزراعه ان احنا يا جماعه السنه دي مثلا الصيف هيأخر هيقدم، درجه الحراره هتزيد، يبقى الفلاح عارف نفسه، لان الفلاح بيزرع حتى الان على يعني مفاهيم القديمه، ازرع في شهر 9، ازرع في شهر 8، ابدر 15 يوم، اخر 15 يوم، ممكن يبقى فيه
مش بس درجات حراره، يعني في رياح جايه مثلا، في سيول، في حاجات زي كده، يبقى الفلاح عارف الموضوع ده. ده اللي احنا طالبينه من وزاره الزراعه. الزراعه بتعمل ايه؟ هي بتعمل على قد ما تقدر. في نشرات، بس النشرات دي يعني ممكن في نشره مثلا من وزاره الزراعه، نشره ارشاديه، يا جماعه في رياح هتيجي مثلا الاسبوع ده، ما حدش زي ما حصل في القمح دلوقتي مثلا، في ابوب رياح، ما حدش يروي القمح دلوقتي عشان ما يحصلش موضوع الرقاد. اللي عنده بطيخ مثلا ينتبه مثلا العروش بتاعته، والحاجات دي كلها دي المفروض الحاجات دي تبقى مستمره، ويعني يديها وقت على اساس ان الفلاح يبدا يفكر، مش تقول بكره مثلا. يعني هو الفلاح دلوقتي هو اللي بيروح يدور على يعني في فكره الاونلاين او المواقع الرسميه، يروح يدور على المعلومات وما عادتش بتوصل له مثلا عن طريق المهندس الزراعي او الجمعيه الزراعيه اللي موجوده جوه القريه؟ تمام. هو اساسا دلوقتي في يعني تطبيقات عملتها زي تطبيق هدهد وخلافه من وزاره الزراعه، بيبقى فيه الحاجات دي، بس مش كل المزارعين بيعرفوا يدخلوا على ده. فالموضوع ده مهم، لان احنا بنتكلم على تغيرات مناخيه دلوقتي بتغير خريطه الزراعيه كلها في البلاد وفي العالم كله. يعني ممكن حاجات زي ما قلت تنقرض، وحاجات ايه بقى زي ايه الحاجات تستحدث. يعني مثلا ممكن يعني على سبيل المثال يعني المشمش مثلا، ممكن درجات الحراره تاثر على الزراعات بتاعته. مش المحصول اللي فات يعني، انا مش انا الكلام ان هو هينقرض، ده بيبقى على سنوات طويله، لكن تبص تلقى المساحات اتقلت والانتاج قل لغايه ما انقرض. يعني الكاكاو اللي فاتت كان الكاكاو دلوقتي بقى فيه ازمه في الشوكولاته، عشان خاطر موضوع خوفا من ان الكاكاو تنقرض، لان التغيرات المناخيه بتاثر على مكان الانتاج نفسه. فممكن بلاد تانية ما كانتش بتزرع تزرع، التغيرات المناخيه تخليها تزرع، بلاد ما بتزرع ما تزرعش. فانا لازم اواكب العصر واواكب اللي موجود دلوقتي، ايه درجه الحراره عندنا ماشيه ازاي. احنا الزراعات بتاعتنا يعتبر معروفه، الفلاح اللي بيزرع طماطم بيفضل طول عمره بيزرع طماطم، اللي بيزرع قصب بيفضل زرع قصب، لكن هو المفروض يعني يتطور مع العصر بتاعه ويشوف ايه اللي نفع. مثلا دلوقتي التغيرات المناخيه دي بتسبب في وجود امراض، فطريات، ساعات المحصول بينضر الفلاح مش عارف ليه، تجيب نيماتودا للارض، في محاصيل بتتاثر تاثر كبير جدا سواء بالبروده او بالحراره، زي الزيتون ممكن في سنه من السنين تبص ما تلاقيش زيتون. صح. ممكن تلاقي مثلا في القمح نفسه بيتاثر لان عايز درجه بروده معينه. على ذكر بقى القمح، القمح ايه اخبار التوريد؟ انا موسم التوريد دلوقتي، عايز يعني اقول برنامج حضراتكم ده بشرة خير لكل المصريين. السنه دي يعتبر عندنا مساحه هائله مزروعه من القمح، ممكن تتعدى 3.5 مليون فدان. عندنا الانتاج عالي جدا، النهارده متوسط انتاجيه يصل ل 20 ارداب، لان كل المساحه المزروعه او معظمها بتقاوى معتمده. تقاوى معتمده دي احنا عندنا في الفلاحين يقول لك الفدان بيجيب 24 جرات بيجيب 24 ارداب، يعني كل جرات بيجيب ارداب دلوقتي. النهارده بنتكلم على بدء حصاد وتوريد القمح من 15 ابريل لغايه 15/8 اللي جاي ان شاء الله، في نسبه اقبال غير عاديه من المزارعين على التوريد للحكومه، لان السعر اللي وضعته الحكومه سعر ممتاز، 2000 جنيه للارداب اللي هو درجه نقاوته 23.5. طب انا عايز اسال سؤال في الحته دي، دلوقتي لما الحكومه بتعلي سعر الارداب او سعر الطن بتاع القمح، ده ياثر على تعليه سعر الرغيف بقى في العيش؟ لا الحقيقه طبعا الموضوع ده غير ده خالص، لان الحكومه نفسها بتدعم رغيف الخبز. لو بقى القمح ب 10,000 جنيه للارداب بنفس الرغيف زي ما هو طبعا عشان الناس بس ما تتخضش لما يعني بعيد عن كده، لكن هو ممكن ياثر على السوق الحر. يعني لكن احنا دلوقتي شايفين انخفاض في الدقيق، وانخفاض كمان حتى في رغيف الخبز الحر، وفي انخفاضات حتى الناس مش مصدقه، الناس مش متعوده في مصر ان حاجه ترتفع وتنزل. تقول لواحد حاجه نزلت، عايز تحلف بالعظيم ولا تقسم بالله انها نزلت فعلا، ما حدش ما بنصدقش بسهوله. لكن احنا فعلا بنعيش فتره دلوقتي في يعني تعديل للوضع، والامور تستقر ان شاء الله على انخفاضات كويسه. احنا مش عايزين انخفاضات تقلل ارباح، ولا عايزين ارتفاعات تهلك المستهلك. انا عايز استغل وجودك معانا، وفي سؤال مهم جدا. احنا كل سنه من السنين خصوصا في الفاكهه اول ما تطلع نسمع ان فاكهه عملت مشكله، عملت مشكله ازاي؟ بانها ترشت مبيدات فسببت امراض، تلبكات معويه، مغص، نزلات، حاجات كتيره جدا. كان تقريبا السنه اللي فاتت الخوخ والبطيخ والسنه دي طلع الكنتالوب، ناس كتيره دخلت المستشفى وعملت غسيل معده بسبب الكنتالوب او الاناناس. هي فعلا دي عامله زي كدبه ابريل، كل سنه الحاجه في اولها تبقى غاليه،
وبتبقى يعني النضج قليل، فممكن يعني الناس بتستعجل ما يكونش ناضج قوي فبيحصل تنبك معه حاجه ويقول لك ده فيه ما فيش. لكن احنا عندنا المنتجات الغذائيه الزراعيه في مصر من اجود المنتجات في العالم، احنا بنصدر لحوالي 160 دوله، صدرنا السنه اللي فاتت دي حوالي 7 مليون طن من الخضروات والفواكه، ما فيش الكلام ده خالص، يعني دي اشاعات، لان احنا بنتكلم على حاجه نضجها النضج ضعيف مثلا، ممكن تكون تخزين غلط يعني نتيجة تلف للحراره نتيجه للحراره. لكن احنا عندنا 100 مليون مصري بياكلوا كل يوم، يعني لو حصل لا قدر الله خلل في منتج واحد نلاقي الاف في المستشفيات. صحيح. لكن الحاجات دي بتبقى على السوشيال ميديا فقط لا غير. طب انا بشكر حضرتك جدا نقيب الفلاحين الحاج حسين عبد الرحمن، بشكرك شكرا جزيلا ودايما تنورنا كده يا رب. شكرا فندم، نورتنا حاج حسين. شكرا ليك. نخرج فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات.